السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين، نناقش فيها ما حققه شباب اليمن من حضور مشرف في مهرجان إبداع للشباب العربي في العاصمة المصرية القاهرة. حضرت الجمهورية اليمنية بقوة في مهرجان إبداع للشباب العربي الذي احتضنته العاصمة المصرية بمشاركة 200 شاب وشابة يمثلون كل من مصر واليمن وموريتانيا ولبنان وتونس وجزر القمر والسعودية. شباب اليمن حضروا بشكل متميز وحققوا مراكز أولى ومتقدمة من بين إجمالي الجوائز في عدد من المجالات. وفد اليمن تكون من 24 شابا نافسوا في مجالات الأفلام القصيرة والمراسلة التلفزيونية وكذلك في الإنشاد الديني والعزف والغناء، إضافة إلى الشعر والرواية والقصة القصيرة. حصدت اليمن المركز الأول في مجالات الرواية والقصة القصيرة وكذلك الإنشاد الديني، والمركز الثاني في مجال الشعر والأفلام القصيرة والمراسلة التلفزيونية والإذاعية، وجاءت ثالثا في مجال العزف الفردي. حضور لافت ومشاركة فاعلة ومثمرة صنعت شيئا من فرح بدد حالة الهم التي تسببت بها الحرب. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش مقومات الإبداع وفرص النجاح الممكنة في ظل الحرب. سيكون معنا عبر الهاتف من القاهرة الفائز بالمركز الأول في مجال الإنشاد المبدع علي المجاهد، وكذلك الفائز بالمركز الثاني في مجال المراسلة التلفزيونية والإذاعية آية خالد، ومن القاهرة أيضا سيكون معنا نائب وزير الثقافة عبد الله باكدادة، وعبر سكايب من هولندا ناشط شادي الحكيمي. أبدأ معك سيد شادي، مساء الخير. مساء النور أستاذ شادي. أهلا بك شادي، وشادي حياك. وبالبداية سيد شادي، يعني كيف تابعت مشاركة الشباب اليمنيين في مهرجان إبداع للشباب العربي الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة؟ حقيقة إنه إبداع مشرف، يعني إنجازات مشرفة للشباب اليمني رغم الظروف التي بيمروا فيها، عبارة عن مجهودات فردية تستحق فعلا الثناء مقارنة يعني بالدول الأخرى. يعني البيئة الريادية هي اللي توفر للشباب الفرصة والتدريب اللازم للتقديم لمثل هكذا مبادرات، ولكن الشباب اليمني بيقوم بمبادرة فردية. بصراحة أنا تفاجأت وكنت مبسوط جدا بالنتيجة. نعم، لكن يعني سيد شادي، يعني هي ليست المرة الأولى، يعني شباب اليمن منذ بداية الحرب وحتى اليوم هناك إنجازات كبيرة يحققونها في مجالات متعددة، يعني لا يمر شهرين إلى ثلاثة إلى نصف سنة ونسمع أخبار عن إنجازات حققها الشباب اليمني. يعني برأيك كيف لهؤلاء الشباب أن يحققوا هذا الإنجاز في ظل الواقع المؤسف الحاصل في البلاد؟ دعنا لا ننسى أستاذ شادي أنه الوضع الحالي بيعطي نوع من القوة أو الدافع للشباب اليمني بالإنجاز الفردي، يعني بحيث أنه ينتشلوا أنفسهم من مستنقع الحرب اللي حاصل ويضعوا بصيص أمل للآخرين. هذا الحرب يعني فعلا دمرت أشياء، ولكن أعطت الدافع للشباب المبدعين أنه يسعوا نحو أحلامهم بشكل أكبر. نعم، وهذا اللي لاحظته عند معظم الشباب اليمني حاليا. ولكن الشباب حققوا إنجازات بصراحة يعني من سابق وحاليا، ولكن تظل هذه الإنجازات محدودة بحدود الأفراد الذي حققوها، ولكن لا يمكن قياسها على مستوى المجتمع اليمني أو مستوى جميع الشباب اليمني. نعم، لكن يعني ما هي عوامل النجاح يعني في زمن الحرب والكوارث الحاصلة؟ قبل أن نسأل عن ما هي عوامل النجاح في زمن الحرب، لازم نتحدث عن عوامل النجاح في أي بلد في زمن السلم أو في الوضع الطبيعي. عوامل النجاح للشباب في الوضع الطبيعي هي تأتي من بيئة ريادية أو بيئة حاضنة، والبيئة تتكون من ثلاث عوامل رئيسية: منظمات المجتمع المدني، المجتمع والحكومة. وهذا والشاب هو في منتصف
منتصف الجهود لهذه الثلاث العوامل. عندما تقوم منظمات المجتمع المدني بإنشاء مبادرات لانتشار الشباب وتدريبهم وتقديمهم وصقل مواهبهم وتقديمهم بهكذا مسابقات، تقوم الحكومة بالدعم المالي اللازم لهذه المبادرات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني. نعم. فيقوم المجتمع بدوره بتشجيع هؤلاء الشباب وإعطاء دعم معنوي كبير لهم بحيث أنه يواصلوا المسيرة، وإن كانت هذه الإنجازات عبارة عن شركات مالية أو شركات تجارية، يقوم المجتمع بشراء منتجاتهم وتشجيعهم ليس فقط معنويا وأيضا من خلال شراء منتجاتهم وماديا يعتبر. نعم، إذن هذا في الوضع الطبيعي. نعم. في وضع الحرب، في زمن سأعود سيد شادي لأكمل معك الكثير من النقاط، وإنما سنرحب بضيفتنا ستنضم إلينا من القاهرة الفائزة بالمركز الثاني في مجال المراسلة التلفزيونية والإذاعية آية خالد، من يعني فازت عن أفضل تقرير تلفزيوني وإذاعي. سيدة آية، مساء الخير. أهلا فيك، مساء النور والفل والورد والياسمين. شكرا لك على الاستضافة وعلى التواصل. أهلا بك. أنا معك. أهلا فيك. بداية يعني سيدة آية، لكي يتعرف عليك الناس أكثر، يعني أنت أحد الفائزين وحققت مركز ثاني في هذه المشاركة، يعني الناس تود أن تعرف من هي آية خالد. آية خالد خريجة كلية الإعلام جامعة صنعاء، شعبة الإذاعة والتلفزيون، حاصلة على بكالوريوس صحافة في عام 2013 على دبلوم صحافة. اشتغلت مراسلة لعدد من المواقع الإخبارية الصحفية ولعدد من القنوات الخارجية والمحلية. نعم. عملت في مجال الصحافة كثير وفي مجال الإذاعة والتلفزيون، عملت في إذاعة سعد وفي صحيفة الجمهورية، هذا باختصار. نعم، يعني حدثينا عن طبيعة مشاركتك في هذا المهرجان، مهرجان إبداع الشباب العربي في القاهرة. عن المهرجان، طبعا إحنا كيمنيين متواجدين في القاهرة، خبر المهرجان لم يصلحنا سوى قبل المهرجان يعني سوى تقريبا أسبوع أو أقل. نعم. فكان مطلوب مننا أن يعني مشاركتنا أن تسلم قبل المهرجان بثلاثة أيام، فهذا من الصعب أن احنا نجهز تقرير، وحتى كانت رؤية المهرجان والمسابقة مش واضحة لدينا، يعني يقول لك أنت بتطلع لايف وبتطلع لازم يكون معك تقرير مصور، فحتى اكتملت الرؤية عندنا عن طبيعة المشاركة لم يكن لدينا المتسع من الوقت لكي ننتج تقرير تلفزيوني أو حتى إذاعي. ففي البداية أنا شاركت في تقرير سابق لي، كنت قد اشتغلته لقناة أخبار الآن حين كنت في تعز مراسلة. نعم. التقرير كان يحتوي على كثير من الأخطاء اللغوية، وانت عارف يعني في الإعلام أنه من يوم لا يوم أداءك يتطور ويختلف تماما. بالضبط. فقدمنا كمرحلة أولى، يعني توقعنا أن المسابقة بتكون مسابقة عادية بحكم أنه أغلب المسابقة اللي تقام مع لم تكن بها يعني بهذه الضخامة من قبل المسابقات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة. نعم. في يوم عدلت على التقرير وأرسلته في يوم المسابقة، نتفاجأ أول يوم في المخيم اجتمعنا كل المتسابقين من كل المجالات، فوجدت أن كل المراسلين المشاركين معي من مصر حائزين على جائزة رئيس الجمهورية للسنة التالية على التوالي. نعم. وتقاريرهم يعني بشكل يعني كأنك تقول ولا غلط في التقرير. فإحنا كنا اليمنيين يعني متساهلين في المسابقة بشكل كبير، يعني مش عليها جوائز مادية، مش ما فيش عليها حشد كبير أو شيء. نعم. فكنا المشاركين من اليمن ثلاثة، فكنت أنا قبل ما يضغطوا علي لازم أسلم التقرير قبل المسابقة، كنت جهزت مادة من تعز على وفقها بشتغل التقرير، فشفت أن الوقت لا يسعني أني أشتغل، فاضطريت أطلع بتقريري السابق. في هذه الفترة تحدثت مع مسؤول المراسلين اللي كان مسؤول عن المجال اللي أنا مشاركة فيه، فكلمني أنه ممكن أعدل على التقرير، أعطاني ملاحظات على التقرير السابق، أني أخذ ملاحظات على التقرير السابق وإعادة تسجيل صوت وإعادة مونتاج يعني تقرير جديد. فقررت أني أغير فكرة التقرير تماما. طبعا كان يوم عرض التقرير تبعي يوم الجمعة. فكرة التقرير بشكل كامل أما الصوت فقط آية؟ لا، أنا اخترت فكرة تقرير ثانية تماماً. التقرير الأول كان عن طفلة في تعز
بسبب الحرب أصيبت بالصرع، ووالدها توفى بسبب جلطة بسبب الحرب أيضا، وأمها تعاني من أمراض قلبية بسبب الحرب كمان. بس كان في أخطاء، وكان في أخطاء تصويرية أيضا. غيرت فكرة التقرير عن الحصار في مدينة تعز ومبادرة نساء من أجل الحياة التي تعمل على إيجاد ممر إنساني يربط طرفي المدينة مع بعضهما. طبعا كان من شروط المسابقة أنه لا يكون سياسي، فسلطت الضوء أنا بدرجة أولى على الجانب الإنساني، كيف أنه إحنا في اليمن نعاني بشكل كبير، كيف أن هناك مدينة اسمها تعز، الطريق الذي كنا نمر من خلاله في 5 دقائق أو ربع ساعة بالكثير أصبح اليوم أكثر من 5 ساعات. فبدأت أجمع المادة، وزملاء في تعز ساعدوني في هذا الشيء. زميل لي في المسابقة كان مشارك في مجال الأفلام القصيرة، ساعدني في أيضا في المونتاج، تسجيل الصوت أيضا سجلته في يوم فقط، يعني يوم منتجنا واشتغلنا الصوت. فبقالي إنه قفلة التقرير كيف بسويها، هم طالبين قفلة. طبعا استحالة أنك تلاقي في مصر مكان يشبه تعز، أو أنك تلاقي مكان يشبه طريق القروض، الطريقة اللي تقريري يتحدث عن. إحنا كنا راكنين إنه التقرير سوف، يعني المسابقة في مجالي يوم الجمعة، فيوم الأحد يبلغونا إنه قدموها ليوم الثلاثاء. فكان الوقت يعني ما فيش معايا غير يوم إني أنجز هذا الموضوع كامل. خرجنا في جولة كنا في الشوارع نشوف مكان ممكن إنه ولو بشيء بسيط يشبه تعز، وإحنا ما فيش عندنا تصريح إن إحنا نحمل كاميرا في الشارع، لأن النظام لازم لو بتخرج كاميرا لازم يكون معك تصريح. نعم. خرجنا متوكلين على الله، وصلنا إلى مكان ما قبل الأهرامات، مكان يبدو إنه مقلب قمامة أو شيء، لكن فيه كثير من الحجار والتراب المتراكم وكأنك في الأقروض. فاضطريت إني أعمل قفلة التقرير هناك رغم الروائح الموجودة، رغم الرياح والجو الكئيب هذيك اليوم والشمس القوية، عملت قفلة التقرير هناك. رجعنا للفندق، طبعا كنا مجبرين بحضور كل الفعاليات حق كل المجالات، ما فيش امكانيه انك تتغيب او شيء، مجبرين بحضور الجولات السياحيه. حتى على الباص، كنا على الباص احنا رايحين دوله سياحيه نشتغل هذا التقرير. الحمد لله انت كان يوم الاثنين الساعه 11 في الليل تقريري لم يسلم. بلغني رئيس المسؤول عن المسابقه من وزاره الشباب والرياضه، خلاص ايه تم استبعادك من المسابقه بسبب تقريرك لم يسلم. يعني قبل التقرير ويعني أبدوا إعجابهم فيه. كان رفض. رفض في البداية. رفض. خلاص انتهت مدة التسليم، ما فيش غيري من المسابقة كامل اللي بيسلم التقرير حتى اليوم. تمام. طيب يا دكتور من هنا لهنا يا دكتور لو سمحت يا دكتور شوف التقرير، لو وأنا ما خلصت مونتاج، لو ما عجبكش التقرير لا تقبلوش وانسحب من المسابقة، لو أعجبك يعني خلصت أرندر التقرير بسرعة. طبعا كان في أخطاء مراجعة. سلمت التقرير، أعجب التقرير، فعمل اجتماع طارئ للجنة إنه هل ممكن يقبلوا التقرير أو لا. الحمد لله نال إعجابهم وقبلوا التقرير، سلمته في نفس الوقت، واليوم الثاني كانت المناقشة. نعم، إذن سأعود لأكمل معك الكثير من التفاصيل سيدة آية، وبينما يعني فقط يعني ابقي معنا، سأذهب لضيفي شادي الحكيمي من هولندا. يعني سيد شاذي، يعني هنا مفارقة في مسألة أنه كانت هناك شكاوى كثيرة قبل يعني الأزمات والحروب التي تشهدها بلادنا وبلدان كثيرة، أنه يعني الشباب لا يجدون الدعم الكبير من الحكومات، وبالتالي يعني انخفض مستوى الإبداع في تلك الفترات. اليوم يعني نلاحظ إبداع كبير للشباب مع غياب هذه الحكومات تماما عن المشهد. دافع الحرب الحاصلة أوجد دافع كبير جدا للمجهود الفردي، فأصبح الأشخاص أو الشباب اليمني بيعطوا 300% من مجهودهم لتحقيق النجاح. في السابق كان في أمل أو كان في رجاء أو أمل إنه لسه إنه في حكومة وإن الحكومات ممكن أن تتحرك، ولكن عندما أيقن الشباب اليمني أن لا أحد سوف يساعدهم إلا أنفسهم، اتجهوا إلى المجهودات الفردية وإلى الإصرار، والذي بدوره يؤدي إلى النجاح. ولكن هذا ليس بالسهل، لأن المجهودات الفردية وحيدة لا تكلل دائما بالنجاح، يعني وتستهلك الكثير من الطاقة والمجهود بالنسبة للشخص حتى يصل إلى النجاح.
نعم، لكن هناك من يقول أن مسألة الهجرة والاغتراب هي عامل كبير ومساعد في مسألة إبداع الشباب، هل تتفق مع طرح كهذا؟ أنا بصراحة أتفق مع هذا الطرح، الشباب اليمني خارج اليمن بينجحوا نجاحات كبيرة، يعني أنا على ما أرى هنا في هولندا، عندي يعني الشباب اليمني اللي في هولندا بيحقق نجاحات أكبر من الشباب اليمني اللي في اليمن، الشباب اليمني المتواجد في دول أخرى غير اليمن بيحقق نجاحات أعلى من الشباب الذي في اليمن، وهذا ليس استهانة بالشباب الموجود في اليمن، ولكن لأن الإمكانيات المتواجدة خارج اليمن المقدمة من الحكومات الأخرى أكبر بكثير بصراحة من الإمكانيات الموجودة. هي نسبة بالخارج أكبر سيد شادي، ولكن أيضا في الداخل هناك أيضا إبداع، يعني ربما الشباب المشاركين في المسابقة في مصر معظمهم أتوا من الداخل، لكن بالتالي نسبة الشباب أو إبداعهم في الاغتراب هو يعني نسبة أكبر كما هو ملاحظ. أنا أتكلم عن النسب بشكل عام، لكن إذا أردنا أن نحدد بالأسماء بالنسبة للشباب الذي شاركوا في مصر هم يعتبروا إنجاز وطني، لأنهم نموذج بصراحة مشرف للشباب المتواجد في اليمن، أنه رغم الصعوبات ورغم قلة الإمكانيات رغم عدم تواجد الحكومة رغم عدم تواجد الأب رغم الصعوبات التي واجهوها إلا أنهم أصروا أن يصلوا إلى النجاح. ولكن إحصائيا أنا أتكلم عن كم عدد الشباب اللي فعلا قدروا أن يطلعوا من يخرجوا من مستنقع الحرب مقارنة بالشباب المتواجدين في دول أخرى وحققوا نجاحات، الشباب المتواجدين في دول أخرى حققوا كعدد أعدادهم أكبر بكثير من عدد الشباب اللي تمكنوا أن يحققوا نجاحات رغم مستنقع الحرب، رغم أن هناك نماذج مشرفة. أنا طبعا عندي بالنسبة لي الشاب اللي بيحقق نجاح في اليمن يعني نجاح أضربه في 1000 بالنسبة للتقدير بالنسبة للشاب اللي بيحققه في دولة مستقرة. نعم شادي ابقى معي، ومشاهدينا سنذهب الآن لمتابعة مجموعة من الآراء والاستطلاعات التي وصلتنا من اليمن حول مشاركة الشباب اليمنيين في القاهرة والمراكز التي حققوها، نتابع سويا. عاشوها هم أيضا في بلدانهم وعانوا منها، لا شك أنه ولد لديهم الإصرار والتحدي الذي بدوره يصنع الإبداع. رغم المعاناة يخلق الإبداع. اليمن كعادتها مليئة بالجواهر الإبداعية التي لا تقدر بثمن. تشارك اليوم مجموعة كبيرة من أبناء اليمن في المهرجان العربي للإبداع في مصر، تحصل المبدعة آية خالد في أجمل التقارير التلفزيونية، كذلك المخرج دارس قائد والمخرج رمزي الشرعبي، أبناء تعز ينافسون بقوة في هذا المنطلق في الإخراج السينمائي للأفلام القصيرة، أيضا أبناء عدن وأبناء صنعاء وكل المحافظات اليمنية يشاركون في جميع المجالات الإبداعية. تعتبر هذه الأرواح التي انتشلت الإبداع من رحم المعاناة التي نعانيها في هذا الوطن، نحن ممتنون كثيرا لهم لأنهم يمثلون روح المحبة روح الثقافة روح السلام في أرض غير أرضهم. نتحدث اليوم عن شباب يمني مبدع شارك في الملتقى الشباب المبدع في جمهورية مصر، حقق العديد من الجوائز. هنا تسمى التحدي والاستجابة، الاستجابة الإيجابية في ظل المعاناة في ظل الحرب في ظل الظروف الصعبة التي عانها هؤلاء المبدعون في مجال الشعر والرواية والتقارير التلفزيونية والأفلام القصيرة، شاركوا بها وحققوا بها إنجاز كبير لليمن وحصلوا على مراكز جميلة، والمراكز الأولى جمال الشاعري، الأول في الرواية، وائل جميل الأول في القصة، ورمزي الشرعبي الثاني في الأفلام القصيرة، وآية خالد. مبدعون دائما، اليمن هي منبع المواهب سواء كانت رياضيا أو ثقافيا أو في أي مجال، لكن هناك الظروف التي تمنعها، لكن رغم تلك الظروف يحاول هؤلاء الشباب أن يعيدوا أمجاد حمير وريدان وحضرموت ويمنت. إذن مشاهدينا نعود مجددا لضيفتنا آية خالد من القاهرة، وهي الفائزة بالمركز الثاني في مسابقة
المراسلة والمراسلة التلفزيونية والإذاعية. سيدة آية، يعني أنقل إليك تساؤل الكثير، يعني يقول يعني مسابقة بهذا الحجم يعني على مستوى الوطن العربي وفي مجال المراسلة التلفزيونية والإذاعية، يعني هناك الكثير من الفتيات يعملن في هذا المجال ويعني متميزات في هذا المجال في العديد من الدول، لماذا آية تحديدا هي من فازت؟ السؤال المحير بدرجة كبيرة. هو كنا أنا وزميلي فقط المشاركين من اليمن في هذا المجال. كان في فتيات مصريات، لكن ربما نوعية التقرير اللي اخترته له تقرير إنساني. كيفية طريقة، طبعا أكثر ما ركزوا في المسابقة على اللغة وعلى طريقة بناء التقرير، إن كانت بناء سليم أو لا. نعم. بالتدرج في الهرم وفق كتابة التقرير. ربما كانت المسابقة عبارة عن عرض تقرير وبعدها لايف لمدة 3 دقائق، يعني كأنك في الميدان تنقل حدث معين. فربما الشيء الذي رفع من نسبة تقديري إلى جانب التقرير هو اللايف، يعني بحكم أني متعود على الممارسة الميدانية، فكان الأمر بالنسبة لي أسهل، لأنه أكيد التصوير بيكون فيه أخطاء شوية، لكن الميداني حاجة سهلة، يعني حاجة أفضل أنك تكون متعود الوقوف على المسرح. أيضا في البداية يعني هم اللجنة من خلال كلامهم أحدهم قال لي شكرا لأنك عرفتنا على تعز، نحن لم نكن نعرف تعز من البداية أصلا، يعني مش عارفين أنه في مدينة اسمها تعز تعاني من هذه الأشياء الثامنة. جميل. لكن آية، يعني هل هناك نسبة كبيرة من الجنسيات مشاركة في هذا المسابقة، أو أنه يعني فقط جنسيات محددة بالأغلب المشاركين مصريين وإضافة إلى يعني بعض الأشخاص من جنسيات محددة؟ لا، إحنا كنا كانوا 6 مصريين ذكور وإناث، كنا 3 من اليمن فتاتين وشاب، كان أيضا في معانا من فلسطين من الجزائر كمان. نعم، إذن جميل. ولكن هنا تساؤل آية في مسألة الدعم الحكومي، يعني هل لاقيتم دعم حكومي أثناء تواجدكم في هذه المسابقة، أم أنه الحال كما يصفه الكثير أن دائما الجانب الحكومي ما يحضر في النهاية وقت التصوير والتكريم فقط لا غير؟ بالضبط، هذا ما يحدث دائما. لن أتحدث عن دعمنا نحن المتواجدين في القاهرة، الزملاء 3 زملاء أتوا مشاركين من اليمن على حسابهم الشخصي التذاكر، وزارة الشباب والرياضة لم تتعاون مع أي حد، ولم نرى أي شخص من وزارة الشباب والرياضة منذ بداية الفعالية حتى انتهاء الفعالية. كان في حضور في النهاية لوزير الثقافة الأستاذ مروان دماج، وأيضا أحد الوكلاء كان حاضر معنا. أما وزارة الشباب والرياضة رغم أن حضر يوم فقط، ففي نهاية يوم وكيل وزارة الشباب والرياضة لم يكمل الساعة ومشى، يعني مشي على طول. إحنا لا نطالب بشيء، نطالب فقط أنهم يعوضوا الشباب عن قيمة التذاكر. يعني أحد الشباب كان جاي علاج، فاضطر أنه يصرف فلوس العلاج وهو مصاب في الحرب علشان يشارك في المسابقة. الثاني باع تقريبا ممتلكات عشان يشارك في المسابقة. نعم. قيمة التذكرة مش رخيصة، 680 دولار مش قليل. وعود حتى الآن، أمس كنت نشرت منشور على صفحتي في الفيسبوك، الأغلب يقول هل استلمتم جوائز من 2000 دولار، واللي يقول استلمتم أشياء. إحنا حتى الآن لم نجد سوى وعود فقط، يعني وزير الشباب والرياضة أخذ أرقامنا من يوم المسابقة لليوم اللي نتلقى أي اتصال منه. وكيل وزارة الشباب والرياضة يوم التقينا فيه هنا كان اللقاء أصلا مع الأستاذ مروان دماج، هو حضر، يعني ما فيش أي مبرر لعدم حضوره، فقط كل اللي في وزارة الشباب والرياضة نحن مشغولون. كان هناك حضور في أثناء التكريم آية؟ أثناء التكريم حضر الأستاذ مروان دماج والفنان أحمد فتحي، لكن وزارة الشباب والرياضة لم يحضر أي حد منهم، مع أنهم هناك مذكرات حررت لمشاركتنا من وزارة الشباب والرياضة اليمنية. وضحت الصورة، شكرا لك. أو أي دعم
شكرا لك آية، وضحت الصورة. شكرا جزيلا لك آية خالد، متسابقة أو مشاركة يمنية في المسابقة التي أقيمت في القاهرة للشباب العربي، والتي فازت بالمركز الثاني لأفضل مراسلة إذاعية وتلفزيونية. شكرا آية، وأرحب بضيفنا، سينضم إلينا من القاهرة نائب وزير الثقافة السيد عبد الله با كدادة. سيد عبد الله، مساء الخير. مساء النور، واهلا وسهلا بك. اهلا بك سيد عبد الله، وفي البداية يعني نشكرك جزيل الشكر لتجاوبك. ربما انت من المسؤولين الذين يتجاوبون ويتفاعلون مع الإعلام بشكل كبير ومع قناة بلقيس على وجه التحديد، شكرا جزيلا لك. وفي البداية نتساءل يعني لما طرحناه على السيدة آية، يعني هي تتحدث أنه لا دعم للشباب المبدعين ولا حتى على وجه التحديد الشباب المتواجدين في القاهرة والذين شرفوا اليمن باستحقاقهم مراكز أولى في المسابقة التي أقيمت. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني لا أريد أن أسد فرحة هذا الإنجاز الكبير بثقافة الشكا، فنحن كلنا نشكو من شاحة الإمكانيات ومن صعوبة الواقع، ولكن الشيء المبهج والشيء المفرح أنه في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن، سواء على مستوى هياكل مؤسساتها الرسمية أو على مستوى حضور مسؤوليها، كانت مشاركة الشباب مشاركة فعالة وجميلة ورائعة، وأنا شخصيا استقبلتهم منذ اليوم الأول. وكان أكثر ما عجبني عندما التقيت بجمال الشعري في أول يوم وصل فيه، كان يقول لي سوف أحفظ الجائزة الأولى في مجال الرواية. هذا الإصرار حرك في داخلي أنا شخصيا يعني أشياء كثيرة، جعلني ألتقي ببعض الأشخاص، وبالفعل كان هناك كثير من الشباب الموجودين هنا في القاهرة والذين لم يكونوا أساسا في المهرجان، حاولنا قدر الإمكان أن يكونوا حاضرين، وبالفعل حضروا ونسقوا واشتغلوا شغل جميل فاق التصور الذي أحمله. طبعا الفعالية هذه انتهت هي في تاريخ 22 فبراير، وقد جاءت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدعم كامل من وزارة الشباب والرياضة الأستاذ دكتور أشرف صعبي. لكن سيد عبد الله، يعني هنا نحن نتحدث عن وزارة وعن دولة وحكومة، يعني الحكومة تعمل وأيضا كل الموارد يعني ممكنة باتت اليوم، يعني الشباب يشكون من أمور بسيطة، تذاكر طيران توصلهم إلى القاهرة وتعيدهم لليمن لا يحصلوا عليها، وبالتالي فقط يعني نسمع تصريحات المسؤولين بأنه يعني جاء الأمر برعاية كريمة ومن هذا الحديث. طبعا لما نقول نحن برعاية، لأنه وزارة الشباب والرياضة في مصر هي التي تحملت المهرجان وإقامته وتفاصيله وغذائه وحركاته ومواصلاته والسكن لهؤلاء الشباب، ولا لماذا نحن نقول يعني رعاية؟ هناك كانت رحلات سياحية في الأماكن الأثرية والسياحية في مصر، وكان هناك حضور أيضا سواء في الافتتاح أو في الاختتام، وهذا ما جعل أبناءنا يحصدون هذه المراكز المتقدمة حقيقة. يعني إذا كان هناك متطلبات أخرى يجوز، لأنه أعمال المؤسسات بالنسبة حتى لنا نحن كوزارة الثقافة، رغم أنه الموضوع هو متعلق بوزارة الشباب والرياضة وليس بوزارة الثقافة، ولكن نحن حرصنا أن نكون حاضرين لأنه الحدث كان حدث ثقافي، ومعالي وزير الثقافة الأستاذ مروان دماغ حرص على أن يحتفل بهؤلاء الشباب وجمعهم، وكانت الفرحة غامرة حقيقة، لأنه هناك يعني أن تتصور من حوالي 8 أو 9 دول تحصد اليمن 7 مراكز، يعني 3 مراكز الأولى ويعني 3 مراكز الثاني ومركز الثالث، يعني 7 مراكز، هذه مسائل مهمة. فالقصور شيء وارد، نحن أخي العزيز في مرحلة حرب، وبالتالي يعني وزاراتنا، أنا لا أريد أن أبرر حقيقة، لأنه الشباب هؤلاء من حقهم أن يجدوا أشياءهم يعني. ولكن أيضا في الجانب الآخر، نحن الأسبوع السابق كان هناك أيضا يعني مهرجان برعاية من مؤسسة التعاون الإسلامي،
حضارة اليمن أيضا كانت من 5 إلى 9 فبراير، وبالفعل كانت من ضمن يعني الدول المشاركة التي تحصلت على درع المهرجان، وهذا أيضا إنجاز كبير. يعني أنا أتذكر أخي الكريم العام الماضي كان هناك مهرجان للشعر العربي الثالث في الإسكندرية، فأنا تواصلت مع رئيس المهرجان وأقول له لماذا اليمن غير مشاركة، فقال ما كانش عندنا إمكانية للتواصل معهم، إذا تريدوا تأتوا تعالوا على حسابكم. أخذت أنا 3 من الشباب معايا ورحنا إلى هناك وشاركنا، والشباب طلعوا وألقوا من أجمل القصائد، وتصور من بين 16 دولة تجد اليمن درع المهرجان. هذه الإنجازات أنا حقيقة لا أريد أن أفسدها بالشكر، لأن القصور وارد يعني في ظل هذه الظروف. نحن في الظروف الطبيعية في اليمن كانت وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة تشكو من شحة الإمكانيات ومن شحة الموارد وقلة بالضبط، ولكن يعني سيد عبد الله اليوم الوضع تحسن نوعا ما في الداخل، يعني في العاصمة المؤقتة، في حضرموت، في مأرب، وكثير من المحافظات المحررة. ما هي أنشطة وزارة الثقافة؟ يعني يتساءل البعض لماذا لا يكون هناك مهرجانات أو أيضا مسابقات كالمسابقة التي أقيمت هذه في مصر، وبالتالي يعني يتم اكتشاف قدرات الشباب وتنميتها. برضو لا نريد أن نظلم الناس التي تعمل، الناس تعمل في ظروف صعبة، وكان هناك قبل شهر تقريبا أو شهرين مهرجان المسرح في عدن، وهذا المهرجان مهرجان كبير يعني تم تقديمه بشكل راقي وتم تكريم الجهات الناجحة، والآن هناك سعي لإقامة مهرجان للشعر في سقطرة أو في شبوة أيضا. يعني هناك مشروع 100 كتاب التي أقامته وزارة الثقافة أيضا، وطبعت جزء منه، جزء ثاني الآن تعثر بسبب يعني هبوط العملة اليمنية، لأنه التعاقد بالدولار كما أنت تعرف أصبح يعني الكتاب 3 أضعافه. هناك أيضا أعمال أخرى، القائمة الوطنية للحفاظ على الآثار، وأنت تعرف اليوم أكبر إشكالية تواجه الواقع هو نشاط تجار الآثار والمخطوطات والمنقوشات، والذين يعني حاولوا قدر الإمكان يهربوا كثير من هذه الآثار إلى خارج البلاد. هناك جهود تبذل حقيقة، ولكن قد لا يسلط عليها الإعلام، فنحن لا نريد أن نظلم أحد في ظل أنه اليوم وزارات تتشكل في عدن. أنت تعرف الوزارات الأساس التي لديها التراكم المعرفي هي موجودة في صنعاء، والتي بالفعل تمثل عمل مؤسسي لم ينتقل منها أحد. هناك تأسيس جديد للوزارة في عدن، وهذا يعني يريك أن هناك مجموعة من الكوادر غادرت مواقعها سواء في الداخل أو يعني إلى الداخل أو إلى الخارج. يعني وضحت الصورة، هناك اعتماد على نشيء جديد، هناك يعني شباب يعمل، وهناك جهود تبذل أيضا من هذه الوزارات، لا نريد أن نظلم هؤلاء في عمل. وضحت الصورة. أستاذ عبد الله باكدادة، كنت معنا من العاصمة المصرية القاهرة، نائب وزير الثقافة، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا سنذهب الآن لمتابعة هذه المادة المعلوماتية التي أعدها منتج البرنامج الزميل وديع عطاء عن مشاركة الشباب اليمنيين في هذه المسابقة وعن المسابقة بشكل عام. نتابع سويا. إذن نعود مجددا مشاهدينا الكرام، وأذهب إلى ضيفي من هولندا سيد شادي الحكيمي. شادي، يعني نتساءل هنا ما هي أبرز التحديات التي تواجه الشباب اليمني وعلى وجه التحديد المقيمين في الداخل؟
استاذي، قبل ان اجيب على سؤالك، يعني انا عندي تعليق بسيط على مداخله الاستاذ عبد الله باكداد نائب وزير الشباب والرياضه، نائب وزير الثقافه. يجب ان انا رسالتي انه الحكومه لا يجب ان تتنصل من مسؤولياتها وتعلق وتستخدم شماعه الحرب للتنصل من جميع مسؤولياتها المؤسسيه. النقطه الثانيه انه يعني بيتحدث عن رعايه الشباب، يجب الرعايه هذه لا يجب ان تتوقف بانتهاء هذه المسابقه. انت بتشكي عن من عدم وجود كوادر لوزاره الثقافه، هؤلاء الشباب الذي حققوا المراكز الاولى هم اصبحوا كوادر يمنيه جاهزه للاستخدام يعني وجاهزه للتوظيف، استخدموا هذه الكوادر. لا يعني انا استغرب حقيقه بإلقاء اللوم على شماعه الحرب في كل اجزاء الحكومه. اجابه على سؤالك اخي، الصعوبات اللي بتواجه الشباب اليمني كثيره. نعم. كثيرة جدا، ليست فقط المادية ولكن المعنوية. الشباب يعني الجانب الإبداعي يعني لازم أن يتوفر له بيئة مستقرة نفسيا. يعني الشاب اللي بيطلع بهم غداه أو عشاه أو بهم أسرته أو بهم، يعني كيف تتوقع منه هذا الشاب أنه أو يذهب أنه ليشارك في مسابقة ويعني يكون كل همه تذكرة العودة إلى الوطن؟ هنا مشكلة، هناك مشكلة كبيرة حقيقة. هذا كلام سليم أستاذ شاهين. يعني نحن كما سمعنا من الشباب المتواجدين حاليا في القاهرة يعني والذين حققوا يعني نتيجة مشرفة تعود على اليمن، اليوم يعني هناك شكاوى من أنهم لا يجدون قيمة التذاكر التي تعيدهم إلى الوطن، وأيضا مديونين بقيمة التذاكر التي أوصلتهم إلى القاهرة. هذه المشكلة هي مشكلة يعني عضوين منظمات المجتمع المدني والحكومة. يجب على منظمات المجتمع المدني أن تأخذ المسؤولية وتقوم بالضغط على الحكومة من خلال القنوات الحكومية لرعاية هؤلاء الشباب، لأن الشاب هذا لا يعرف ما هي القنوات الحكومية اللازمة للضغط على الحكومة للحصول على تذكرة سفر. يجب على منظمات المجتمع المدني، المنظمات الدولية أن تأخذ المسؤولية، أن تأخذ مسؤوليتها. أنا أعلم أن أولى أولوياتها في الحرب هي الاستجابة الطارئة أو الاستجابة الإنسانية الطارئة، ولكن هذا لا يعني لا يعفيهم من مسؤولية رعاية المبدعين. والمبدعين في الحرب هم نماذج، هم بصيص أمل للعتمة الحاصلة في الحرب، هم بصيص الأمل الذي يجب على هذه المنظمات أن ترعيهم. المنظمات تقوم بالضغط على الحكومة، واجب الحكومة الأساسي هو رعايتهم. أنا بصراحة مستغرب جدا أن يتم رعايتهم برحلات داخلية داخل القاهرة أو برحلات ترفيهية داخل القاهرة، وينتهي هذا الدعم يعني فقط برحلة ترفيهية. يجب على هذه الرعاية أن تستمر، أن يستخدموا هذه النماذج وتسويقها داخليا بحيث أنها تكون نموذج لبقية الشباب اليمني بانتشال المجتمع اليمني من عتمة الحرب. نعم، إذن شادي الحكيمي أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من هولندا، شكرا جزيلا لك. ونعود مشاهدينا وأرحب بضيفي المتسابق في أول حائز على المركز الأول في مجال الإنشاد الديني، السيد ماجد أو عفوا علي مجاهد. سيد علي مساء الخير. مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام، اسعد الله بالخير اوقاتكم جميعا. اهلا بك سيد علي، يعني في البدايه نبارك لك هذا الفوز الذي حققته انت وايضا مجموعه من الشباب اليمنيين المبدعين والمتميزين. وفي البدايه يعني لو تعرف الناس عن من هو علي مجاهد. الله يبارك فيك، ويعني الفرحة هي فرحة الشباب المبدع كله، سواء الحائزين على المراكز أو الذين لم يحوزوا عليها. وكانت الفرحة كبيرة أيضا باللقاء العربي المشترك والتعرف على ثقافات الدول ومبدعيها من كل مختلف الدول العربية. علي مجاهد محمد الحبيشي من أبناء مدينة يريم محافظة إب، يعني تخرجت من الثانوية في 2004، درست الجامعة كلية الإعلام إذاعة وتلفزيون جامعة صنعاء، وتخرجت منها في 2016 الماضي. نعم. الآن مقيم في القاهرة من حوالي سنتين، وأمارس عملي الفني في الكتابة والتلحين في المجال الفني الوسط الفني اليمني والخليجي بشكل عام منذ
يعني ما قبل 2007 تقريبا. نعم. يعني علي ما طبيعة مشاركتك يعني وكيف يعني وصلت إلى مربع المنافسة؟ في الحقيقة أنا كنت يعني متردد ولم يكن عندي العزيمة الكاملة للدخول في المسابقة، لكن إصرار نائبي رئيس الوفد بالأخص يعني الفنان التشكيلي مع الفنان التشكيلي ردفان المحمدي وأيضا بسام الجبري المنسق العام للوفد كان إصرارهم علي بشكل كبير، وكنت أود أن أشارك في المجال الذي أنا شغال فيه يعني من فترة اللي هو المجال الغناء والطرب، لكن كان هناك مشكلة في مجال الإنشاد حيث أنه لم يكن هناك من يمثل اليمن في مجال الإنشاد، وأنا بحكم خبرة سابقة في هذا المجال نعم فضغط علي الإخوة لتغطية هذه المساحة، وكان مجال الغناء كان قد اكتمل بعدد 3 فنانين وأصدقاء، الفنان عماد شاهر والفنان أحمد فتحي العدني، وأيضا كان هناك مشارك من مقيم في السعودية الأخ الفنان أيمن قصيلة الذي اعتذر مؤخرا عن مشاركته لأسباب الإقامة وما شابه. نعم علي، يعني لو تحدثنا عن جانب الدعم من قبل الحكومة، هل تلقيتم دعم أنتم كشباب يعني شاركتم في هذه المسابقة وحققتم تميز؟ الشباب القادم من اليمن لم يتلقى أي دعم حتى الآن، هم تقريبا 4 إلى 5 شباب الذين أتوا من اليمن، قطعوا تذاكرهم من تلقاء أنفسهم ومن حساباتهم الخاصة، ربما وجدوا في ذلك عناء كبير. هنا نقطة مهمة، يعني الشباب المقيمين لاقوا الدعم، فقط الغير أو القادمين من اليمن هم الذين لم يحظوا بدعم الحكومة. الحكومة لم تدعم حتى الآن بأي شيء، لا للمقيمين ولا لغير المقيمين. تلقينا وعود بالدعم ووعود بالتكريم من الأخ مروان دماج وزير الثقافات لقاءنا به في القاهرة قبل أيام. نعم. وأيضا تلقينا وعود بمنح للحائزين على المراكز الأولى والمركز الأول والثاني والثالث، كمنح ثقافية هنا في جمهورية مصر العربية. هذه الوعود لا زالت قائمة ولا زال المتابعة جارية في هذا الموضوع، لكن حتى الآن لم يحصل أي دعم، يعني حتى أنه الشباب القادمين من اليمن ربما قلت لك وجدوا في الوصول إلى هنا عناء كبير حتى وصلوا وشاركوا المسابقة، كونها كانت يعني تمثل لهم بارقة أمل. ولا أخفيك يعني ربما هم الآن في وضع يعني لا يحسدون عليه، في وضع حرج، وضع مادي حرج، وضع إقامة حرج، كونها نعم. أول تجربة لهم للخروج والسفر خارج اليمن يعني. فنأمل أن تتم الوعود التي تحدث عنها وزير الثقافة وأيضا وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري، ولا زال التواصل مستمر من قبل رئيس الوفد ونائب رئيس الوفد لاستكمال بقية يعني ما تم الاتفاق عليه. نعم، إذن سيد علي أن يكون ضيفنا فنان يمني وأيضا منشد مبدع يعني له الكثير من الأعمال والتميز، يعني يجب أو من الضرورة أن يحظى البرنامج ولو بمقطوعة قصيرة حتى من الأعمال التي شاركت بها خلال هذه المسابقة. طبعا يعني احتراما لك ولجمهورك والجمهور الكريم في اليمن الحبيب، وإن كان وقتي أو ظرفي الآن لا يسمح، لكن لن أبخل عليكم يعني مقطوعة بسيطة من توشيح دعم سؤال الأسئلة الذي شاركت فيه أمام اللجنة وحزت فيه على المركز الأول، إن شاء الله ينال إعجابكم. جميل. دعماسي والله واسل، دعماسي والله واسل، مولاك إن الذي أنشاك ما رد سائل، أما له التدبير ما شاء يفعل، بلى قدير على ما شاءه ذو الجلال، صلوا على من كسى الله ثوب الجمال. نعم.
اكتفي بهذا القدر. يا سلام عليك. وسلمت سيد علي مجاهد، ونشكرك على هذا التميز والإبداع. شكرا جزيلا لك المنشد والفنان اليمني علي مجاهد الفائز بالمركز الأول في مجال الإنشاد الديني في مسابقة الشباب العربي في القاهرة. وبهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة من برنامج بين قوسين. أشكر ضيوفي، أشكر نائب وزير الثقافة السيد عبد الله باكدادة كان معنا من القاهرة، والشكر أيضا لسيد شادي الحكيمي أحد الشباب اليمنيين كان معنا من هولندا، والشكر أيضا ل الفائزة بالمركز الثاني في مسابقة الشباب العربي في القاهرة في مجال المراسلة التلفزيونية والإذاعية السيدة آية خالد، شكرا لها. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وفي التنسيق الزميلة إلهام عامر، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.